ضيفة فقرتنا لحلقة اليوم تبلغ من العمر 9 سنوات و3 شهور و28 يوم، تدرس في الصف الرابع الابتدائي، حنونة ورحيمة ورقيقة، تتميز بالإلقاء وتهوى التقديم، حماسية ومبادرة. والآن خلونا نتعرف على الجميلة ريماس عبد الله السبيعي. في السؤال الأول، بسم الله الرحمن الرحيم، أنت اسمك ريماس صح؟ أيوة. كيف حالك ريماس؟ الحمد لله. يا مرحبا، منورتنا والله. أنت منور البرنامج، منور فقرة الله يتعرف، يكفينا ابتسامتك حتى قبل شوي تطل برا الحلقة وابتسمة، يعني ما شاء الله البنت بشوشة، البنت ما شاء الله تبارك الله زي ما قالوا حماسية كذا، هتسولف كثير اليوم، هتسولف معاه مرة حلو. ريماس إيش معنى اسمك؟ في واحد كان جايب للملك ذهب وعطاه للملك وأعجب هذا الذهب وسمى ريماس. وسمى ريماس، يعني هو اسم لذهب حلو، ذهب جميل كذا. و يا سلام يا سلام، اسم جميل ريماس. ريماس عارف على الفكرة، ترى ما دخلنا في أسئلتنا، أسئلة الماضي والحاضر وإيش والمستقبل. انت قالوا باي صف هم قالوا في التعريف صح ولا خطا؟ انا في ثالث رايحه صف رابع. يا سلام يا سلام، ما شاء الله، وجايبه اشياء معاك كثير وعندك مواهب متعدده صح؟ عندك شهادات وعندك احنا دائما نبدا الشهادات نخليها اخر شيء، ممكن نخليها اليوم اول شيء ولا نبدا اول شيء فقرتنا؟ على كيفك. طيب عليك. الان اسئله الماضي، مين اللي جابك للقناه؟ مع مين جيت القناه؟ مع بابا. مع بابا؟ وين بابا؟ هناك طلع يتابعنا ويتابعنا بابا. صراحة هذا مو معد ولا مكتوب في الموضوع كله، ايش حاب تقول لبابا الحين؟ هو يتابعك الان في الشاشة وجالس معانا، واكيد يعني ترى الاب يعني عنده بنته هذه، ايش ما اقول لك، يشوفها شيء واو واو واو. فكيف بابا الحين يشوفك على الشاشة كذا جوا مشاعر مختلطة عند ابوك ومبسوط قاعد يشوفك، ايش حاب تقول له؟ قولي له اي حاجة. اي كلمه حلوه قوليها له، والله قولي له، طلي كذا في الشاشه الان في الكاميرا، شوف الكاميرا قدامك، ايوه قدامك الكاميرا، شوفها اللي على اللمبه الحمراء، قولي كلمه حلوه يلا له البابا. ايوه قولي. قولي احبك يا بابا. يا سلام، هذه كنت ابغى استناها والله، احبك يا بابا. يا سلام، هو يحبك كمان. طيب ريماس، احنا عرفنا هو ماء الالماس صح؟ هو ماء الألماس ولا الذهب برضو؟ الذهب الذهب اللي الملك اللي أهداه الملك اللي لا ها. الرجال اللي أهداه الملك سماه ريماس. أيوة ريماس، وهنا كاتبين برضو ماء الألماس، يعني ممكن هو يكون اسم ريماس. كلها حلوة الثنتين صح؟ حتى ماء الألماس حلو. طيب في ناس ما تصدق تجي الإجازة عشان يروحون المدرسة، عشان ما يروحون المدرسة. أنت سويتي مدرسة في البيت؟ مدري فين وديت سويت مدرسة في البيت؟ إيه. أنتوا مين؟ بنات خالتي مدرسة. ايه ما شاء الله، مدرسات فيه وكذا و... ايه كذا. ايوه كيف وليش كيف؟ ديما وريما هم اللي علمونا على المشروع، هم اللي قالوا لنا، يعني هم اللي بعدين اول بعدين انا. ايوه هم ديما اشكرها انها علمتني الانجليزي، وريما اشكرها لانها علمتني جدول الضرب، ودحوم لان علمني الرسم. جميل. وريان علمني الرياضة، وعبود علمني الانجليزي. يعني ما شاء الله مدرسه متكامله كل المدرسين فيها. يعني ما شاء الله عندك واحده ما شاء الله تعرف انجليزي كويس صح؟ ايه وعلمتك انجليزي، وفي واحد علمك، وفي عندهم حد مدرس رياضه عندهم. مين دحوم؟ عندنا دحوم مدرس رياضه؟ لا منهم؟ دحوم الرسم، وريان هو مدرس الرياضه. ما شاء الله، وانت مدرسة ايش؟ قرآن. ما شاء الله، علمتيهم كلهم؟ تسمعي لهم صح؟ ايه تسمعي لهم؟ واللي ما يسمع ايش تسوي له؟ هذه اذا كان عنده ظروف. حلو، ما يعني ما عندكم ترهيب وترغيب؟ ما عندكم إيه؟ يعني ما في هدايا اللي يسمع وما في اخر شيء سويت لهم حفله. سويتي حفله لهم؟ إيه؟ ما شاء الله تبارك الله، اذكر الله تبارك الله، انا يعجبني هذا، وهذا دائما يدل فانا ما يدل على اللي فوق الموضوع هذا، الاب الام التربيه دائما الصالحه. مين مدير المدرسه؟ ما حد. ما في يعني مش ابوك يا امك لا خالتك يعني ما حد يطلع معانا الا يعني انه صغار. أيوة. مع بعض. مدرسه صغار. اي بس اداريه، الاداريين صغار والمتعلمين صغار.
اي كل شيء. والله كذا انت، انت كذا. ممكن ادرس عندكم واصير صغير ولا لا؟ ممنوع صح؟ ممنوع. ما انا خلصت اصلا. بسجل رفع عندكم الاجازه الجايه. تفتحون التسجيل؟ والله فرصة، والله فكرة يا جماعة استثمارية، فكرة استثمارية خارج الموضوع، فكرة استثمارية. السنوات الجاية في الإجازات تسوون لجيرانكم. يسمونها مدرسة صغار. مدرسة صغار يعني كل اللي فيها صغار، اللي يدرسون واللي يدرسون صغار. بيتكم في البيت في الملحق في كذا عادي، يزبطون له عدد محدود 20 طفلة بس. مرة حلوة. لا أنا يعني أقل أو أكثر ما أدري. طيب هاي تقول لحظة، أنا أول مرة يمر علي أحد متفوق في مادة يكرهها. فعلاً أنا مستغرب من الموضوع اللي قاعد كاتبينه هنا. أنت متفوقة في العلوم يعني جيت درجة مرة عالية صح؟ إيه متفوق. إيه متفوق وما تحبينها؟ إيه ما أحب، نص نص يعني. كيف؟ كيف متفوق وما تحبينها؟ يعني لو ما تحبينها نص يعني مو مرة يعني، لأنها صعبة شوي علي، بس أني أذاكر زين ومتفوقة فيها. طيب بصراحة ليش ذاكرتي زين وتفوقتي فيها بصراحة؟ بصراحة بيني وبينك ليش؟ عشان في تهديد جاكي؟ لا ما في تهديد؟ لا ما في. أنا بيصير متفوقة عشان إذا كبرت أصير يعني معلمة يعني أقدر متفوقة يعني متفوقة وعارفة كل المواد دي. ما في تهديد جاكي إنه يحلقون شعرك صلعة؟ لا ها؟ ما حد هددك؟ ما حد هددك. لا ما عندي معلومات انه احد هددك بالحلاقه صفر. لا واحد ما ادري خلاص خلاص سؤال ثاني. ما لنا اسرار داخليه ما لنا علاقه فيها. عندي سؤال لك، ترى دخلتي انت مكان تسلمي ولا لا؟ اكيد اسلم. تسلمين؟ ليه صار لك موقف الموضوع ذا؟ وش الموقف؟ كنت متاخره لان بابا كان عنده دوام. ايوه بعدين يوم دخلت في وصلت سبع وربع كذا، سبع وربع زي كذا. بعدين سلمت في خفيف يعني السلام عليكم صوت خفيف. بعدين يوم دخلت جلست مكاني، كانت الأستاذة تكتب في السبورة. بعدين لفت قالت مين اللي ما كتب؟ بعدين قالت مين اللي كتب؟ أنا ما قلت أنا. لا ما قلت. ساكتة. إيه ساكتة. بعدين كذا تلقاها يرفعوا يدهم الا انا، قالت مين اللي ما كتب؟ قلت انا. بعدين قمت قالت ليه ما كتبت؟ وقمت اصيح. وصمت عليكي؟ اي. وقامت قالت لي وقفي يا ريماس، هي ما تدري اني توني جايه، وقفي يا ريماس وانا اصيح. صديقتي قالت لها توها دخلت صديقتي البتول قالت لها ترى لباس توها جايه. بعدين قامت تضمني وقالت لي انا اسفه. اعجبتني الاستاذه لانها اسفت وهي اكبر مني بكثير. يا سلام يا سلام، برافو. تحيه يا شباب، تحيه. والله نسمع تحيه لريماس لادبها مع المعلمه. وفي نفس الوقت علمتي انه خلاص تدخلين السلام عليكم، حتى لو قبل ما سمعت تقول السلام عليكم. قبل السلام عليكم إذا ما سمعت تسوي كذا سلام عليكم. تسوي كذا لا لا. عندنا عقاب يعني في المدرسة. ليش لازم الناس يصح؟ أنا معليش مدرسة أولاد، إحنا معليش صياح وكذا، أنتم بنات كذا سلام عليكم كذا صح؟ معليش أنا آسف. امسحيها قبل شوي امسحيها. الآن بروح الشنطة الثانية، إيش رأيك؟ الحاضر، شنطة الحاضر. هذه شنطة الحاضر وأسئلة الحاضر. تعرفين في شاعرة معروفة الخنساء السلمية؟ خنساء ما تعرفينها، بس تعرفين اسم خنساء؟ ايه سلميه. نعم ابو انس اول مره يدري. ابو انس اول مره تعرف؟ الخنساء السلميه نعم، من قبائل بني سليم. هذا ترى معلومه للمشاهدين، ابو انس وراه انه مستغرب يقول لي كيف. طيب حبيبي والله لا هم شعراء، اهل شعر وفصاحه. نرجع لموضوعنا. اسم خنساء، وش اسم خنساء؟ ايش رايك باسم خنساء؟ حلو. حلو؟ ليش حلو؟ عندي صديق اسمه خنساء. عندك صديق؟ اي وانا اقول ايش ليش جابوا اي صح، اعز صديقاتها اسمها خنساء. اسمها خنساء صح؟ وليش اقرب اعز صديقه لك؟ تزورنا ونزورها. واحبها كثير وكذا في المدرسه من يوم في التمهيدي لما الحين ما نسينا بعض. يعني يمكن اربع تمهيدي وابتدائي ثالث ابتدائي رايح رابع يعني
خمسة سنوات أو أربع سنوات وداخلين في الخامسة صح؟ ما شاء الله تبارك الله عليكم، الله يديم الصداقة بينكم. آمين. في الخير دائما يا رب. آمين. آمين يا رب. طيب عندي مشكلة، أنا ما يحبوني الأطفال. ليه؟ ما أدري، يعني لو تنصحيني إيش تنصحيني كيف أسوي مع الأطفال عشان يحبوني؟ ما أدري. ما تعرفين؟ طب أنت كيف تخلي الأطفال يحبونك؟ أعطف عليهم. أيوه. أرحمهم. أيوه. ألعبهم معي. جميل حلو. أنت ما شاء الله أنا جتني معلومة عنك إن أنت تحبي الأطفال مرة كثير صح؟ اللي أصغر منك مرة تحبينهم كثير. إي مرة. حتى النواني صح؟ تحبينهم كثير؟ إي أحب النونوين. يا سلام، تلعبين معاهم كثير؟ ما شاء الله عليك. عندك أخوان وأخوات أصغر منك؟ لا ما عندك. ها؟ بس عندي من الرضاعة. ها؟ من الرضاعة. ما أسمعك. من الرضاعة. من الرضاعة ما شاء الله تبارك الله يحفظك. بس تحبينهم كثير؟ تجيب لهم هدايا والعاب وكذا صح؟ تلعبينه؟ احيانا. طيب. هم اكبر مني. هم اكبر منك؟ لا قلت ابوهم اصغر منك بس انه في بس واحد اصغر مني بست اشهر. ما شاء الله تبارك الله. طيب ليش ريماس مسكت الجوال ودخلت الواتس وسجلت صوت كذا وقالت قناه الميم هي نسمع الصوت؟ شلون نسمع الصوت؟ انت سويتي كذا ولا ما سويتي كذا؟ ما سويت. غلط قناه الميم. الو ايش قلتي؟ ما قلت. ما قلتي كذا؟ طيب اسمع ما قالت كذا، نشوف نسمع يلا. اسمع الصوت يلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا ريمان عمري 9 سنوات، وأنا كنت أرغب أنني أدخل معكم في قناة المجد، لا تردوني. أرجوكم. أرجوكم، الأخيرة دي حلوة والله، ما شاء الله عليك، المقطع حلو مرة للزوز، يعني أنا بقول يا جماعة أخربها ولا لا؟ أسمع يلا أعطوني المقطع، يلا أسمع أرجوكم. كنت أرغب أنني أدخل معكم في قناة المجد، لا تردوني أرجوكم. أنا بقول ما له داعي اللي سمع المقطع، وشوف اللي سمع المقطع على طول أنا أتوقع راح طلع فوق الإدارة، يا جماعة عندي هذا واحدة من المتابعات لازم نجيبها، هذه النوتة دي الحلوة لازم نجيبها. وردوا عليكي صح ولا لا؟ ولما ردوا عليكي وش ردت عليهم أنت؟ نسمع المقطع؟ يلا نسمع المقطع، رد ريماس على المجد يلا. نعم نعم بكل سرور، أنا سعيدة جدا 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 بهذا الخبر، شكرا شكرا لكم من كل قلبي. وشكرا شكرا شكرا لك من كل قلوبنا اللي في البيت كلنا انك جيتي معانا، يعطيك العافية. شكرا انك جيتي صراحة. الآن بنروح لشنطة المستقبل؟ يلا. لأنه ترى في تحدي بناخذ بعد شوية. أنا أبغاك مقدمة معانا في المجد. حضر نفسك تبغى تقدمين بعد شوية حلقة، جزء من حلقة خلاص؟ أنت مبسوطة ولا مو مبسوطة؟ مبسوطة. أحسك كذا مرة من حقك والله، تنحاز جايب الناس كلهم يشوفونك الآن. طيب هنا شنطة المستقبل، تقولين أنا مبسوط. إي طبعا أنا مبسوط جدا طبعا يا أستاذة ريماس لطموحك اللي في المستقبل. أنت في المستقبل تبغى تنمي يعني نفسك عشان توصل لإيش؟ للنجاح. للنجاح يا سلام. عندي شيء. ايش طموح ريماس؟ وشو؟ ايوه دقيقه وانا بسم الله. هنا هذه اشاره. ايوه حلو جميل. هذه تحقيق الهدف. مشاهدين قدامك، هذه تحقيق الهدف. شو هناك؟ ايوه اول شيء اروح مفتوح للاشاره. حلو. اني اسوي اللي ابي كذا، اسوي اللي ابي. يعني ابي احفظ القران كذا اروح للمدرسه. يا سلام. الشيء الثاني انتبهي ترى بتتوقف الاشاره. حلو. اني احفظ القران. يا سلام. تحقق بعدين احقق هدفي انه اني احفظ القران واصير معلمه. يا سلام تبارك الله، تحيه يا جماعه، معلمه قران. يا سلام. يا سلام يا سلام يا سلام. يعني انا ادرس القران احفظ القران بعدين اصير معلمه قران. كفو والله كفو تبارك الله. هذه طبعا طموح في المستقبل تصيرين معلمه قران. واصلا من يارد ما انت كنت في المدرسه حقت الصغار هذه كنت مدرسه قران كمان. حافظه كم حافظه من القران؟ 6 أجزاء. ما شاء الله تبارك الله، يعني الجزء اللي بعد الأحقاف صح؟ لا مو اللي بعد الأحقاف. أنت بادي من البقرة؟ بعد الأحقاف. لا ولا بادي من الناس؟ بعد الأحقاف. أيوة. وش يصير؟ الشورى. الجاثية اللي هو جزء الجاثية. جزء الشورى. الشورى أيوة. أي بعدين حفظت سورة فصلت غافل. تبارك، دخلت في الجزء الستة وزيادة صح؟ ستة وزيادة. شوي. طب تقرأي لنا
آية من أي جزء؟ يلا بس آية واحدة يلا. إيش تبغى؟ إيش مراجعة جزء تبارك قريب؟ تبارك. طيب جزء خلنا على جزء عمه. يلا. ولا تبغى المجادلة؟ نروح المجادلة. أي شيء. ها؟ أي شيء. طيب يلا لا أقسم بيوم القيامة. القيامة؟ اقرأ أول ثلاث آيات يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن يجمع عظامه. حسبك ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. الله يحفظك، الله يحفظك لوالديك وينبك نبات حسن يا رب، ويشوفهم برك قريب بإذن الله. من الآن ما شاء الله شايفين، الله يسعدك. طيب الآن بنروح لسؤالنا الثاني. أنا عندي لك هدية بسيطة، تمام؟ بس أبغى أسوي اتفاق أول شيء. ركز معايا، إيش الأشياء اللي تشوفها ريماس في نفسها بصراحة ودها أنها تغيرها؟ إيش هي؟ وش يعني كيف؟ يعني أنت ريماس تشوفين شيء في نفسك ودك تغيرينه، مو بعاجبك كثير في ريماس، تحسين انه شيء. طبعا هو ما في انسان كامل، عارف الشيء ذا؟ كل انسان عنده اشياء مميزات فيه، وفي اشياء عنده تنقصه، مثلا اشياء معينه، والله هو عصبي، هو ما يسمع الكلام كثير، هو عنيد، هو فيبغى يغير مثلا بعض الشغلات. انت ايش في شغلات تبغى تغيرينها في نفسك؟ اني ما اصير مع الواحد اذا سوى خطا. اها، يعني انت اذا حبيتي شخص وصار خطا تصيري معاه؟ ايه. ما أعلم أحد عشان ما يتفشل، ولا أتفشل أنا عشان يستفيد وأنا أستفيد، يعني عشان أنصحه أقول له مثلا سوى خطأ، لا هذا شيء خطأ، أعلمه وما أعلم أحد عشان ما ينفضح كل السر. جميل، أي حلو، جنبني نصحه بالجماعة. أنت تنصحين البنت ولا الولد الصغير تنصحينه وما تقولين للناس إيش نصحتي، عشان هو يتعدل وهو ما تفضحينه. أيوه. برافو عليكي، هذه واحدة. والثانية ما تبغين توقفين مع الغلط. إيه؟ لك ما توقفين مع الغلط حتى لو شخص تحبينه. إيه؟ تقولين له هذا غلط، تمام؟ إيه؟ اتفاق من اليوم؟ اتفقنا؟ اتفقنا يا جماعة، اتفقنا خلاص. طيب انت قلتي انك موهوبة، طبعاً يعني بسم الله. عندي هدية صح؟ لحظة نسيت الهدية. اتفاق عشان الهدية صح؟ تبغين الهدية انت؟ اللي فيه هدية؟ قلت لا في... قلت في البداية فيه هدية. شو الهدية؟ مو بكيفك، بسيطة بسيطة، هدية بسيطة. بسم الله الرحمن الرحيم. غمض عينك. هذه حركة دائما اسويها مع بنتي، ما شاء الله تبارك الله اكثر واحدة تتفاجئ عندي في البيت بنتي، بعدين اوفر مفاجأة كذا واو تمثل عليا. قمضتي انت؟ ايوه. ترت ترت ترت. شايفين يا جماعة جايب لها ورق عنب، ورق عنب. يقولون الرماس تحب ورق العنب، وعلى احلق حواجبي ما في بنت ما تحب ورق العنب الا حبتين في العالم. واحدة ماتت عمرها كان 75 وماتت، واحدة لسه موجودة حية الآن ترزق وبتكره العنب، لكن الباقيين كلهم العالم يحبون ورق العنب. أكثر ورق عنب أحبه. أيوه؟ من خالتي هنودة. ما يا جماعة هذا من خالتها هنودة ذا أول ما جبتوه. يا خلاص اسمعي، خذيه معاكي ودي حتى عليها السعر كمان. خلنا نفكه. واضح مرة مو خالها هنودة، لأنه خالها هنودة ما تبيع لنا تسوي لنا، جزاه الله خير. اسمعي روحي قيمي عند خالها هنودة قولي إيش رأيك خالها هنودة، طعمه لذيذ ولا لا؟ طيب خلاص؟ ايه. يلا خذ الصحن هدية. والله بس انقطع الكيس معلش. انت تسلمي على خالنا؟ لا بدنا تاخذين تاخذين لحظة يا جماعة معلش. انت بتقدمين كمان معلش. عشان لا ما ابي. خلاص بسم الله الرحمن الرحيم. انا ترى ما احب ورق العنب بس لانه تحمست. بسم الله الرحيم. انا احبه. احلى ورق عنب حق خالة هنودة، وهذا عجبني. عجبني ما شاء الله. عشان ما ظبطت خالتك عجبك بالعافيه يا زينك. طيب شوفي انت عبما تجهزين، هذا من خاله طارق. هذا من خاله طارق. ايش طارق؟ تعرفين طارق؟ لا. هذا عمو طارق، من عمو طارق حبيبي، ترى احبه كثير عمو طارق. ايوه انا بعدين واحنا خارجين اقول لك اياه، اقول هذا عمو طارق. طيب عندنا الان بنخش على موضوع التقديم. بس خلي عبما تاكلين تخلصين لقمتك. خلاص ابغى اخش على البنيات الصغار ذول هنا. اسراء تقول تدنن وهي تسولف، تدنن تضحكين. هذا تقول هذه لما تقول ما شاء الله عليك كيوت، حاطة فيس ذاك ابو قلوب، ذاك اللي في قلوب، عرفتي؟ يلا الان بنشوف. الحمد لله. قولوا ها، قولوا ما شاء الله عشان اغص انا. طيب جاهزي التقديم ها، الوقت قدمين بعد شويه تضحكين ها. الان بنستعرض الرسومات. هذه تقول احبكم. لا لا، مو من هنا، من
من هنا. معلش انا اسف حقك. البدايه من هنا ها؟ خلف خلاف بعد عندي ما ادري من هنا. هذه هنا صغيره. هذه صغيره. هذه الصوره الاولى. هذه الصوره طبعا الصوره الثانيه هذه. وهذه انا سعيده بلقائكم. اوه جهزتها للمجد يعني ولا؟ لا من زمان. من زمان هذه يا جماعه. يوم كنت في تمهيدي. سبحان الله. وهذه هذا منزلي انا اسمي رقيه. هذا منزلي انا اسمي رقيه. وليش سميت رقيه وانت ريماس؟ لاني احب استاذتي رقيه. ونعم ونعم يعطيها العافيه استاذه رقيه اللي علمت مثلك ما شاء الله عليكم. هذه ايش تقول؟ نحن ثلاثه نلعب سويا. ايه؟ انا اختي اختي الكبيره وانا صغيره. انا اختي اختي الكبيره وانت الصغيره. ايه حلو برافو. هذه صورك. خلينا نروح اللي بعده. ايش فيها؟ هذه قصه بس خطي بحر. هذا الكيس ده ايش فيه ده؟ مو كيس. مو كيس. هذا ايه؟ هذا 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 مع ملزق معاه. ملزق معاه؟ هذا اكس او. لعبة. ايه اكس او تلعبون فيها؟ انت مسويتها في البيت؟ ايه. جميل. نشوف كيف تلعبون بايش؟ ايه. خلينا نشوف بسرعة كذا عشان ايوه. بايش تلعبون؟ بالاكس والاو. وايش ذا بسم الله؟ هذا وش ذي؟ هذا ما له يعني ما له علاقة. ها رجع رجع يعني؟ لا دقيقة طلع بس الأكياس. دقيقة طلع طلع. هذا هاي. إكس. هذا إكس. وفين الأو؟ هذا الأو. أو هذا الله عليك. هذا إكس هذا أو. يا جماعة سوت لعبة إكس أو من أشياء بسيطة في البيت، كرتون وأشياء كذا بسيطة وأعواد وأغطية وأغطية موية. يلا بسم الله. يلا خلينا نلعب لعبة. ها انا اختار الاحمر. يلا نلعب شباب سريع. معلش سريع معلش. يلا العب انا اول. يلا لعبتين بسرعه بسرعه. خليك سريع. يلا العبي بسرعه وجهزي التقديم. ترى حتقدمين اخر شيء وحتختمي انت. انت حتختمي البرنامج. يلا حلو. اكس شايفين اكس او جايبينها من هنا من ال. حلو 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 حلو. يلا يلا العب انا. يلا العبي. نسي اختار. طلع الاغطيه. ايوه يا سلام. اوبا هوبا. ها يلا بسرعه سريع. اوبا هذا شغل ريماس واعمال يدويه. شغل مره حلو. شغل البيت ما شاء الله. هذا هنا ما حد حيفوز كذا. تعرفين ليش؟ ما ادري. انا بحط هذه هنا. لا غس غس غس. طيب يعطيك العافيه ريماس. حلو خلينا لا احد يفوز على الثاني لانه ما لها داعي نخسر بعض. ها طيب. الان انت بما انك موهوبه في التقديم في ختام حلقه اليوم احنا نشكر. بس بقي هذا. اي احد بعدين بعدين. وش هذا؟ خلاص احنا نعرف كل حاجه. ما نقدر ما في وقت ما في وقت. ها شوف هذا يا جماعه تبارك الله. شوفوا شوفوا ابداع والله ابداع. شوفوا شوف حتى كمان متحرك هذه. والله 3 دي والله صح. تبارك الله. الله يحفظك. احنا بما انك موهوبه ما شاء الله عليك حتى في التقديم. هذه فراشه. هذه فراشه؟ ايه. كيف تطير كذا؟ شوف عيونها صغيره. عيونها ما شاء الله. هذا شغل ريماس ترى يا جماعه. عمره هذا ما شاء الله تسوي. هذا يدي وانا صغيره. هذه يدك وانت صغيره؟ ايه ما شاء الله. الان يدك صغيره. طيب الان يعطيك العافيه. احنا بنقول شكرا لك وشكرا لكل اللي شاركوا معنا في وسط البرنامج واللي شاركوا معنا ونشكر الناس اللي شاركوا معنا في الانستغرام وكل اللي شاركوا معانا والناس اللي يتابعونا ويدعوا لنا ويدعوا لك انت صح ولا لا؟ نشكرهم كلهم. وباك تختمين. وشكرا لابو ريماس اللي جاب ريماس يعطيه العافيه ما قصر. والسفره ذي وال ايوه هذا في البيت عندي انا ما احبه مع انه بنتي تحبه. هذا يعدم البيت ذا يا جماعه. الله يعيننا عليه. عارفين ذا وشو؟ سلايم. نعم سلايم. زي السلايم ذا وش رمل ذا ولا ايش؟ رمل سحري. رمل هو هو من مشتقات السلايم. السلايم في نوعين منه. في نوع رملي وفي نوع منه ذا لا لا صدقوني نفس بدر. تستقعد لي يا بدر مسوي. انا اقول له بنتي اكثر واحده محبه للاشياء ذي بس اني انا ما عاد ابغى اجيب لها خلاص عدمت البيت. يلا طيب اختم اللقاء كذا وما تقول شكرا لكم وكذا ومدري ايش وهذا. وكان معكم ريماس وعبد الوهاب السلمي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نلتقيكم الاحد القادم. ذكي يلا قولي. شكرا لكم على المتابعه واشكركم على هذه المتابعه. وتابعوا قناه برنامج مجدكم كل احد. انا وصديق عبد الوهاب مع السلامه. قولي مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. ليلى 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 ليلى. علشان ما يفوتك جديد قنوات المجد للاطفال لا تنسى الاشتراك في القناه والاعجاب بالمقطع.